السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه سنخصصها للحديث عن حاله الفراغ الامني في محافظه الضالع وابعاد استمرار الاغتيالات التي تنفذها الجماعات المنفلته والمسلحون المجهولون في المحافظه. قال شهود عيان ان شابا في العشرين من عمره قتل برصاص مسلحين مجهولين في محافظه الضالع. ونقل موقع عدن الغد عن الشهود قولهم إن الشاب قتل في حي القطاع بمركز المحافظة، وأشار الشهود إلى أن الشاب يعمل في السلك العسكري وعضو في المقاومة الشعبية بالضالع. تأتي هذه الحادثة بعد يوم واحد من جريمة اغتيال الصحفي زكي الساقلدي في المحافظة، فيما أدانت نقابة الصحفيين الحادثة وطالبت السلطات المحلية والأمنية في المحافظة بسرعة التحقيق في الجريمة وتسليم الجناة للعدالة. في هذه الحلقة نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: من يقف خلف جرائم الاغتيال في محافظة الضالع؟ وماذا يمكن أن تقدمه السلطات المحلية لإيقاف مسلسل الاغتيالات؟ نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. اعتداء على الصحافة والسياسة بطلقة واحدة، هذا ما كشفت عنه عملية اغتيال زكي الساقلدي القيادي في تجمع إصلاح الضالع وعضو نقابة الصحفيين، الأمر الذي زاد من حالة القلق على حياة الصحفيين والمنتمين للإصلاح. عملية اغتيال الساقلدي التي تمت مساء الخامس من أكتوبر الحالي اعتبرها إصلاح الضالع استهدافا لرجال الفكر والقلم، محملا أصحاب الخطابات التحريضية ضد الإصلاح المسؤولية. بينما عد موقع المصدر نت اغتيال مراسله جزءا من مسلسل إسكات صوت الحقيقة، فيما أكدت نقابة الصحفيين بعدن أن الاغتيال يأتي كنتيجة لخطاب كراهية ذهب ضحيته صحفي لا يملك غير قلمه. خطاب الكراهية ضد الإصلاح في عدن ومحافظات جنوبية حصد الكثير من نشطاء وسياسيي الحزب، فجريمة اغتيال الساقلدي حدثت بعد يوم واحد من محاولة اغتيال القيادي عادل القاضي، وبعد يومين من اغتيال القيادي محمد الشقينة بمدينة عدن. كانت عدن قد شهدت عمليات اغتيالات استهدفت كوادر الإصلاح السياسية والخيرية، منها حادثة اغتيال علي الدعوسي ومحاولة اغتيال دوان غالب. ولاحظ مراقبون أن المستهدفين جلهم من المقاومين لميليشيا الحوثي والمشاركين في تحرير عدن ومن الموالين للشرعية. تبدو عمليات الاغتيالات المستمرة لكوادر إصلاح الجنوب بنظر محللين كسياسة ممنهجة تستهدف الإصلاح ضمن توجه إقليمي لاستئصاله، في الوقت الذي تتهم فيه أصوات معارضة ما تسميه بالميليشيات التابعة للإمارات بضرب القوة المدنية للإصلاح بهدف إضعاف الحاضنة الاجتماعية للشرعية. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من عدن الصحفي باسم الشعبي. بداية أستاذ باسم، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد باسم. يعني اغتيالات عديدة في محافظة الضالع تستهدف المواطنين وأيضا الصحفيين وأعضاء أحزاب معينة، كيف تنظر إلى طبيعة هذه الجرائم وما الهدف منها؟ أولا أدين بشكل واسع اغتيال الصحفي والناشط السياسي الساقلدي، الحقيقة خسارة كبيرة على الصحافة وحرية الصحافة، هو مؤشر خطير للحقيقة باتجاه عمليات الاغتيال صوب رجال القلم والكلمة. نعم. وفي تقديري يعني استمرار هذه الاغتيالات على هذا النحو دون وجود يعني رادع من قبل السلطات الأمنية، يكفي بأن هناك قوة ورقة الاغتيالات سواء كان في عدن أو كان في الضالع لتخويف الناس وإثارة القلاقل والمشاكل واستهداف أيضا أطراف بعينها وتوجيه رسائل لها في تقديري. أتمنى أن تتوقف يعني هذه اللعبة الآن من قبل جميع الأطراف، وعلى الأطراف جميعا أن يدركوا بأن الاستمرار في يعني مسلسل الاغتيالات لم يخدم أحد، وبالتالي ستتوسع هذه الرقعة وستشمل الجميع إلا أن يضع لها حد. هناك ربما أيضا أطراف
يعني من خارج يعني الجنوب يعني او ربما اطراف الجنوب، لكنها تخدم قوى اخرى يعني ايران او غيرها من الدول الاخرى، ايضا تريد ايضا ان تصفي حساباتها مع الشباب والرجال الدين الذي كان لهم دور كبير في المقاومه الشعبيه في عدن والضالع، والذين عملوا على تحريض الجماهير وايضا صياغه الخطاب الحماسي لهم. يعني لا نستبعد مشاركة مثل هذه الأطراف، رغم أنه لا نوجه التهمة. طيب سيد باسم، يعني هل نستطيع القول أن ما يحدث حاليا يعني هو بسبب حالة الفراغ الأمني، وبالتالي يعني عمليات الاغتيالات المستمرة هي كنتاج طبيعي للفراغ الأمني، أم أن ما يتم هو عبارة عن أعمال منظمة تنفذها جهات معينة، حتى وإن يعني وجدت حالة الاستقرار الأمني سيظل هذا المشروع قائم؟ لا، في الحقيقة الأولى في صدارة المرتبة الأولى يعني أسباب انتشار الجريمة وانتشار الاغتيالات في المناطق المحررة. هناك تضارب في الصلاحيات الأمنية بين الشرعية وبين أيضا الحزام الأمني والأجهزة الأخرى التابعة للتحالف العربي والتابعة للمجلس الانتقالي. هناك الحقيقة يعني ليس فراغا، وإنما هناك تضارب صلاحيات، تضارب هذه الصلاحيات يعني ينتج نوعا من التواصل بين هذه الأجهزة، وكل واحد يحمل مسؤولية الأمن للآخر، وبالتالي ينتج هذا الفراغ يعني السلبي الذي تحاول هذه الجماعات المنفلتة أن تخترقه لتكثير القلاقل وتسفك الدماء هنا وهناك. الحقيقة يعني الفراغ هذا يعني بالإمكان إيجاد حلول سريعة له، لأن هناك قوة أمنية كبيرة جدا ممثلة في الأمن العام التابع لوزارة الداخلية اليمنية، وأيضا هناك تشكيلات من المقاومة الشعبية، هناك أيضا أفراد من الحزام الأمني. ممكن يعني في حالة وجود تنسيق مشترك بين الحكومة الشرعية وبين المجلس الانتقالي وبين دول التحالف مثلا بالإمارات العربية المتحدة، بالإمكان تكون هناك غرفة أمنية مشتركة. أيضا أضيف إلى ذلك جهاز الأمن السياسي للاستخبارات التابع للشرعية اليمنية لم يقوم بدوره حتى الآن في كشف مثل هذه الجرائم أو ملاحقة المتسببين فيها. هناك تعمد كبير الحقيقة، لا أدري الشرعية يعني ترمي بالمسؤولية في ملعب من، يعني الحقيقة يعني كل هذه الاختراقات الأمنية والاغتيالات هي ترتد في الأخير إلى ملعب الشرعية، وتتجه يعني أسهم النقد والشجب والتنديد عليها باعتبارها هي المسؤول الأول عن أمن اليمنيين سواء كان في المناطق المحررة أو غيرها. في الحقيقة يعني كل هذه الاختلالات هي الحقيقة تنعكس على الرئيس عبد المنصور هادي، الحكومة الشرعية، على الأحزاب السياسية أيضا التي غادرت البلد ويعني رغدت هناك يعني عيشا في الرياض، وتركت أعضائها ومنتسبيها يواجهوا عملية القتل والاغتيالات في مناطق مختلفة من المناطق المحررة. وبالتالي أنا أدعو من موقعي هناك صحفي ومراقب ومتابع لهذا الوضع، أدعو إلى مصالحة حقيقية بين جميع الأطراف السياسية يعني في اللاعبة في المشهد، سواء كانت أحزاب أو أيضا الشرعية والمجلس الانتقالي أو الشرعية والتحالف العربي مثلا بالإمارات العربية المتحدة، لأن الوضع أصلا في البلد يتجه نحو المجهول في الحقيقة إن لم تكن هناك يعني صحوة حقيقية وتحركات يعني مهمة. لأنه الذين يقتلوا بالاغتيالات يعني بين الحين والآخر هم أرقام معدودة، لكن تقتل بالمجاعة، تقتل بانهيار الاقتصاد، تقتل بالضبط. إذن سأعود لأكمل معك سيد باسم، هناك كثير من المشاكل وضحت الفكرة، سأعود لأكمل معك سيد باسم، لكن سأشرك معنا في النقاش سينضم إلينا من فيينا توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات. سيد توفيق مساء الخير.
مساء النور لك ولضيفك ومشاهدي الكرام. أهلا بك سيد توفيق. يعني مسلسل الاغتيالات ما يزال مستمر في العديد من المحافظات الجنوبية، يعني من يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم الاغتيالات في نظر القانون؟ حقيقة جرائم الاغتيالات زادت وتيرتها بصورة كبيرة، خاصة منذ في عام 2017 و2018 بدرجة أساسية. أنا أعتقد اليوم أن الحكومة الشرعية هي مسؤولة بالدرجة الأساسية، والجهات والقوى الأمنية المسيطرة على الأرض والمنوط بها حماية أبناء المواطنين هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن عملية الاغتيالات التي تتم في المحافظات الجنوبية. نحن اليوم نتحدث عن محافظة جنوبية واغتيالات، وربما النسبة الأكبر التي تصل إلى أكثر من 70% في محافظة عدن. وعندما أتحدث عن محافظة عدن أنا لا أتحدث عن محافظة بحجم نيويورك أو أي مدينة كبرى في العالم. بالنهاية محافظة عدن محدودة المساحة ومحدودة السكان، وقادرة على الأجهزة الأمنية بيقظتها التامة بتنسيقها العالي أن تصل إلى أن تضبط الأمن في هذه المحافظة. لكن يبدو بأن هنالك عملية اغتيالات ممنهجة تطال فئة من الناس وفئة محدودة فقط، لأن الذي يتبع لعملية اغتيالات يجدها بالدرجة الأساسية، إما تطلع خطباء بالدرجة الأولى أو جماعة تنتمي إلى أحزاب معينة، وبالتالي هذه مما يضع مجموعة من الشكوك، مجموعة من علامات الاستفهام، أن يتم اغتيال هذا الكم الكبير من هؤلاء الناس، ثم لا تنكشف إلى حد الآن خيوط المؤامرة أو خيوط هذه الجماعة، رغم أن وسائل الاغتيال واحدة وطريقة الهروب أيضا واحدة، وعملية الاغتيال بعد صلاة الفجر غالبا أو عند خروجه من البيت بمعنى أنها واحدة، وكانت قبلها في محافظة تعز وانحصرت بصورة كبيرة. وبالتالي اليوم هذه الأسئلة وهذا اللغز يتحمل مسؤوليته بالدرجة الأساسية القوى المسيطرة على الأرض. أنا لا أتحدث اليوم عن عدم وجود تنسيق، الإشكالية الكبرى اليوم أنه ربما أن يكون هذا التضارب وهذا التنافس في داخل هذه المحافظة هو الذي يولد مثل هذا الانتقام باسم الفراغ الأمني إلى غير ذلك، ولذلك لابد من عملية تحقيق جدية في مثل هذه الجرائد للوصول الى الجاري وتحديد. لكن يعني سيد توفيق انت تتحدث عن ان الحكومه اليوم بما لديها من يعني امكانات في المحافظات الجنوبيه وايضا اجهزه امنيه، ومع ذلك لا تستطيع ضبط الوضع في هذه المحافظات. يعني هناك ايضا اجندات معينه وراء مساله الاغتيالات المتتاليه، يعني هل نفهم أن ما يدور قد يكون بتواطؤ من الجانب الشرعية مثلا؟ لا نستطيع أن نقول بالضبط، لكن هنالك علامة استفهام. إلى اليوم لم يصدر بيان واضح ومحدد، لم نسمع عن مؤتمر صحفي يكشف ملابسات ما يتم في محافظة عدن إلى حد الآن. لم نسمع تقرير جامع من المسؤولين الأمنيين في هذه المحافظة عن كل هذه الانتهاكات. نسمع بين الفترة والأخرى عن اعتقال لمشتبه بهم دون أن يعرضوا إلى حد على النيابة. هذه مجموعة من علامة الاستفهام. أبسط ما يمكن أن يقال اليوم أن على الحكومة الشرعية على الأقل أن تعقد مؤتمرا صحفيا، أن تبين للمواطنين، توضح للناس ماذا يجري، ماذا يجري، وبالتالي الصمت يضع أكثر من علامة استفهام، أكثر من علامة الريبة، لأن الذي يقتل غالبا يقتل في وضح النهار ويفر بين الناس، ومن المستحيل أنه لا يتم تتبع سيارته أو تتبع يعني الدراجة النارية التي ارتكب من خلالها الجريمة. على اليوم نضرب مثل لمناطق داخل الشرعية في محافظة مأرب، الآن شبه مستتب. الآن في محافظة تعز أعتقد في سنة عام 2018 هناك تحسن كبير بالفعل، طبعا خاصة في الجوانب الأمنية، حتى مع سلطة جماعة الحوثي برغم الاختلاف معهم، لكن في صنعاء هنالك عملية استتباب له، وبالتالي هذه الصورة أيضا تنقل تهز ثقة الناس بالحكومة الشرعية التي من المفترض اليوم أن تقدم النموذج الأعلى والأبرز والأكمل للدولة اليمنية المأمولة. نعم، إذن ابقى معي سيد توفيق. أذهب بتساؤل لسيد باسم الشعبي. يعني سيد باسم،
يعني هناك صمت للحكومة الشرعية كما يوضح السيد توفيق الحميدي حيال ما يحدث من اغتيالات وعمليات اغتيال متتالية في العاصمة المؤقتة وأيضا المحافظات الأخرى كالضالع وغيرها من المحافظات. يعني هذا الصمت يعني منذ فترات طويلة للحكومة الشرعية يثير الكثير من التساؤلات. يعني هل يمكن القول أيضا أن الحكومة يعني باتت متواطئة أيضا فيما يحدث من اغتيالات مثلا؟ لا، في الحقيقة يعني ربما يعني هناك يعني ربما، وأنا أقول ربما ويعني ليست حقيقة، ولكن أفترض أنه البعض هنا في الجنوب يعني يرون أو يعتقدون اعتقادا بأن الشرعية هي تتعمد إيصال الأمور في الجنوب وفي المناطق المحررة لا سيما عدن إلى هذا الوضع المزري اقتصاديا وأمنيا، وبالتالي البعض هنا يوجه يعني اتهاماته للإصلاح باعتباره الحزب يعني الأقوى الذي ربما يهيمن على قرارات الرئيس عبد الرب منصور هادي وتحركاته، وبالتالي ربما يعني هم من هذا المنطلق يعني يرون بأن الإصلاح يشكل ربما يعني خطرا كبيرا او يعني سدا منيعا لتطلعات البعض هنا في عدن، وبالتالي تاتي ردود الفعل احيانا غير عقلانيه وغير منطقيه ب مسالمين مدنيين يعني هم من ابناء عدن ومن ابناء الجنوب الذين اتفق الجميع هنا بانه يحرم يعني سفك دم يعني ابناء عدن وابناء الجنوب، وبالتالي يعني المساله هي يعني تحتاج الى نوع من المراجعه لدى الجميع سواء كان من يقوم بهذه العمليات الاغتيالات يعني غير العقلانيه، وايضا الشرعيه اليمنيه ايضا عليها ان تراجع يعني حساباتها بشكل جدي، وانا اعتقد هناك المجلس الانتقالي وايضا الشرعيه اليمنيه، واعتقد ان هناك عناصر موجوده في الشرعيه وعناصر موجوده في الانتقالي منسجمين بشكل كبير جدا، ايضا الجهات التي تدعم الشرعيه وتدعم الانتقالي تكاد تكون جهه واحده ومتفقه ومنسقه لديها اجهزه في 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 البلد. هذه الامور يعني ليست صعبه. طيب سيد باسم، يعني ما مستقبل يعني المحافظات الجنوبيه يعني في ظل هذا الواقع؟ ولكن تحتاج الى عقلانيه وتحتاج الى نوايا صادقه. نعم، لكن سيد باسم، يعني ما مستقبل المحافظات الجنوبيه يعني في ظل هذا الواقع، وايضا ما مستقبل الشرعيه؟ في الحقيقة يعني الشرعية، أنا طبعا من الناس الذين ينادوا بإجراء تغييرات حقيقية داخل القيادة وأيضا الحكومة الشرعية، هذا كان مطلب يعني منذ وقت مبكر قبل أن ينهار الريال إلى هذا المستوى يعني، وبالتالي يعني للأسف الشديد هناك من يتلقف أطروحات وكتابات الصحفيين المفكرين فيما يتعلق بمسألة التغيير ويعمل على أجندة ليس لها علاقة بتطلعات الناس ومعاناة الناس ومشاكل الناس وماذا يريد الناس هنا في عدن، وبالتالي تتحول المسألة إلى نوع من المناكفات بين القوى السياسية المختلفة سواء كان في الجنوب أو في الشرعية، وبالتالي تضيع هنا في وسط هذه المناكفات البلهاء تضيع مطالب الناس وتطلعاتهم ويعني حقوقهم، ويعني وبالتالي نحن نريد أن نقول للشرعية ونريد أن نقول المجلس الانتقالي وغيرهم بأننا نحن نقف مع شعبنا ونطالب يعني بإصلاحات حقيقية، نطالب أيضا يعني أن يكون هناك تواصل معلن بين الشرعية والانتقالي بدلا من أن يكون هناك تواصل سري ونحن ندركه ونعرفه تماما، وبالتالي يجب أن يكون هناك تواصل معلن تهدئة الوضع
التقارب لحل مشاكل الناس وقضايا الناس سواء كان الاقتصادية، وأيضا الاتفاق على مشروع سياسي واحد لمستقبل اليمن بشكل عام، وأيضا يعني عقد تحالفات جديدة وشراكات جديدة في صياغة عقد جديد من التفاهم لحل المشكلة اليمنية برمتها، إما يعني مواصلة المعركة مع الفلسطينيين أو الدخول في مشروع سلام عادل ينصف هذا الشعب ويخرج البلد من هذا المزق. استمرار الوضع على هذا النحو من التراخي ومن التواكل ومن المناكفات يعني الحقيرة في الحقيقة هي في الأخير تنعكس سلبا على شعبنا وعلى بلدنا وعلى مستقبلنا الذي نريده أن يكون مشرقا، ولكن أمامنا كثير من العمل وكثير من الجهد. وضحت الصورة سيد باسم الشعبي الصحفي، كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن، شكرا جزيلا لك. أعود لسيد توفيق الحميدي، يعني من ناحية قانونية وأيضا من ناحية حقوقية، سيد توفيق كيف يمكن الضغط على السلطات المعنية بحماية المواطنين وفتح تحقيق في هذه الحوادث؟ هو لا يمكن اليوم أن نتحدث عن ضغط يتمثل من المنظمات الحقوقية، لكن يجب أن نتحدث اليوم عن ضغط شعبي سياسي على الحكومة الشرعية والأدوات الفاعلة اليوم في عدن. يجب أن تفعل أجهزة القضاء بصورة كبيرة، يجب أن يعاد إلى النيابة العامة دورها، يجب أن ترفد الأجهزة الأمنية في هذه المحافظات بالكفاءات وبالأدوات الضرورية لكشف هذه الجرائم، لأنه اليوم في محافظة عدن لا أحد يمكن أن يعترف أو يقر بدعمه لمثل هذه الجرائم، وبالتالي هذه الجريمة اليوم منبوذة من كافة الأطراف، سواء الأطراف التي تمثل التطلعات أبناء الجنوب أو الأحزاب السياسية التي لديها مشروع خاص أو حتى الحكومة الشرعية، وبالتالي ما دام هنالك اتفاق على تجريم مثل هذه الجرائم والتنديد بها وإدانتها إلى غير ذلك، لابد اليوم من تحريك هذا الملف والضغط على الحكومة الشرعية لكشف أو لنقل هذه التحقيقات من دهاليز أجهزة الأمن وأجهزة البحث الجنائي إلى النيابة العامة وكشف ماذا الخيوط التي توصل إليها والاستماع إلى الناس إلى غير بهذه. أنا أعتقد بهذا التفعيل وبوضع النقاط على الحروف يمكن أن نشكل عملية ضغط، والضغط الشعبي مهم اليوم على الأحزاب السياسية أيضا أن تكون لها موقف صريح، لأنه اليوم هنالك موقف رخو للأسف الشديد، وتحولت دماء الناس وأمن هذه المحافظة إلى نوع من المناكفات السياسية والتجاذبات بين الحكومة الشرعية وأطراف التحالف العربي للأسف الشديد. وإذا افترضنا بأن من يقوم بهذه الاغتيالات أو بهذه الجرائم هي جماعات متطرفة لا تحب الخير لهذا اليمن، هي استغلت هذا الوضع الرخ وقامت بعملية اختراق كبيرة، لأنه من المستحيل أن تتم هذه الجرائم بنفس التتابع بنفس الآلية بنفس الوسيلة بنفس الطريقة، وأجهزة الأمن لا تستطيع أن تكتشفها أو تتعقبها إلى غير ذلك. وبالتالي اليوم يجب أن يحال هذه الملفات إلى القضاء، ويجب تطهير أجهزة الأمن وتطعيمها بعناصر كفؤة وقادرة على أن تقوم بمهمتها الأمنية على أكمل وجه. نعم، إذن وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر سيد توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا من فيينا. وبهذا نصل إلى ختام حلقة الليلة، أشكر أيضا ضيفي من عدن الصحفي باسم الشعبي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة زميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله وحفظه.